سمحت الشيخ، قبل أن نتحدث في موضوع الحج نريد منكم كلمة، على اعتبار أن الناخبين في يوم السبت إن شاء الله تعالى سيتجهون إلى صناديق الانتخاب ويختارون من يمثلهم في مجلس الشورى ويحقق أمنياتهم في مشروع النهضة والتنمية. ما الذي ينبغي أن يراعيه العضو، أن يراعيه الناخب وهو يختار عضوه الذي يمثله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اختيار الإنسان لمن يقوم بأي عمل يجب أن يكون مبنيا على الأصول الصحيحة التي راعاها القرآن، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن القرآن رسم طريق هذه الحياة، سواء فيما يتعلق بصلة الإنسان بربه، أو بصلة الفرد بمجتمعه، أو بصلة الإنسان بالجنس البشري كله. ذلك لأن الجنس البشري جعله الله سبحانه وتعالى جنسا يتميز بأنه اجتماعي مدني، فهو لا بد من أن يكون يراعي الجوانب المدنية الاجتماعية في حياته، وهذا مما يقتضي أن يتعاون الناس وأن يتداخلوا، وأن تتداخل مصالحهم وأن تتداخل منافعهم. ولا ريب أن كل أحد إنما يطلب منه أن يحرص على الاستهداء بالقرآن الكريم في وضع كل شيء موضعه، إذ وضع كل شيء موضعه هو الحكمة. فإن الحكمة ألا تختلط الأوراق، وألا يضع الإنسان شيئا ما إلا في مستحقه. فالله تبارك وتعالى يحكي عن ابنة الرجل الصالح بأنها قالت له عندما رأت عفة موسى عليه السلام وسلامة طويته وحسن سيرته مع ما رأته منه من قوة البدن، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فحول هذه النقاط يجب أن يكون اختيار الإنسان لمن يقوم بالتكليف بأي عمل من الأعمال، بحيث يطلع بالأمانة. فإن الإنسان كما قيل كفى به خيانة أن يكون أمينا لخائن، أو أن يكون أمين أو أن يكون أمينه خائنا. فلذلك يؤمر الإنسان أن يختار الأمين القوي بكل معنى هذه الكلمة، بحيث القوة في الخبرة، والقوة في حسن الأداء، والقوة في معرفة كيفية الأداء. ومعنى ذلك أن يجتمع فيه العلم والقدرة على الأداء بجانب الأمانة، أي أن يكون متقيا لربه سبحانه وتعالى خائفا منه. أما الذين يتسارعون إلى التنافس في هذا المجال ويريدون أن يشتروا الأصوات من نقود، أو يريدون أن يعززوا مواقفهم بما يتظاهرون به من تقديم أنواع الخدمات للذين يستهونهم حتى يصوتوا لهم، فإن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن تفكير من يتقي الله تبارك وتعالى، ومن يخشى أن يضيع الأمانة، ومن يخشى ألا يضع الشيء في موضعه. على أولئك ألا يلتفتوا إلى هذا الصنف من الناس، وألا يؤيروهم اهتماما، بل عليهم أن يبعدوهم عن هذه الساحة، إذ هذا الأمر لا يولى إلا من كان يحرص على النأي عنه والبعد عنه، لا من يتسابق إليه. والله تعالى المستعان.